بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الفرقة السادسة، كل عام وأنتم بخير. هو ده ظرف استثنائي إن أنا أسجل لكم المحاضرة فيديو، وأنا كان نفسي أبقى معاكم لأن دي من أحلى لحظاتي إن أنا أشرح لكم وأفيدكم بمعلوماتي وأقدر أوصل لكم معلومة تستفيدوا بيها في حياتكم العملية، ولكن ندعو الله لنا جميعا بالصحة والعافية وإن ربنا يحفظ مصر وأهلها ونعبر هذه الأزمة بخير وسلامة بإذن الله تعالى، ونتقابل بإذن الله بعد هذه الأزمة ما تعدي على خير، ونقدر نشرح أي حاجة أنتوا عايزينها أو ما قدرتوش تفهموها من المحاضرات نقدر نشرحها مرة تانية بإذن الله في الأيام القادمة. المحاضرة النهاردة على الكاردياك ديزيز ويز بريجنانسي أو الهارت ديزيز ويز بريجنانسي، وأنتوا طبعا في سنة خمسة أخدت كارديولوجي في البطنة وأخدت كارديولوجي في الأطفال، فالموضوع بالنسبة لكم هيبقى فيه ساينتفك باك جراوند كويسة على الهارد ديزيز، ولكن احنا اللي هنتناوله على الإفكت أوف بريجنانسي أون هارت ديزيز أند إفكت أوف هارت ديزيز أون بريجنانسي أند هاو تو مانج أي كاردياك بيشنت ديورينج بريجنانسي. فده النورمال هارت أناتومي كلنا عارفينه، تو فنتركل وتو أتريا، والبالمونري ارتري من الرايت فنتركل علشان يروح للتو لانج، والاورتا من الليفت فنتركل، وكل النورمال اناتومي اوف ذا هارت. فالمحاضره هتشمل الفولوينج بوينت: الانسيدنس اوف هارت ديزيز ديورنج بريجننسي، وات ار ذا تايبس اوف هارت ديزيز اند وات ذا كومونست تايب اوف هارت ديزيز ديورنج بريجننسي، ايه الهيموداينامك تشينجز النورمال فيسيولوجيكال تشينجز اللي بتحصل ديورنج نورمال بريجننسي، ودي بتديني سيمتوم وساينز في النورمال بريجننسي سيميلر تو هارت ديزيز، فعلشان كده ما لخبطش واقول ان دي هارت ديزيز، لا ده نورمال سيمتوم اند ساينز جايه من نورمال فيسيولوجيكال تشينجز اللي بتحصل ديورينج بريجننسي. اوكي طيب، بعدين هشوف ايه الايفكت اوف بريجننسي على الهارت ديزيز والايفكت اوف هارت ديزيز على البريجننسي، اند ذن هاو تو مانج ا بريجننت كاردياك بيشنت، اند we will give a small hint on patient with prosthetic valve and patient with peripartum cardiomyopathy. Let's start with the incidence. The incidence of heart disease during pregnancy range from 0.1 to 4%. The overall incidence is about 1%. دي نسبة مش قليلة مش كتيرة. لكن في فرق في developed country عن developing country. في developed country rheumatic heart disease قليلة، ولكن الكونجنتال هارت ديزيز عشان المانجمنت بتاعهم عندهم ادفانسد بيبقى سرفايفل ريت بتاعهم عالي، فالعينه بتعيش لغايه ما تبقى بريجننت وتوصل للريبرودكتيف ايج، فممكن يلاقوا عيانين عندهم كونجنتال هارت ديزيز وبريجننت، لكن احنا عندنا في الديفلوبينج كانتري الروماتيك هارت ديزيز ستيل بريزنت، وده اللي بنشوفه في الكلينيكال راوند روماتيك هارت ديزيز وذ بريجننسي، اند فيري فيري ريرلي ان انا الاقي حاله كونجنتال هارت ديزيز. الكومون types of heart disease with pregnancy rheumatic heart disease as I mentioned shortly about 90% of cases، ومعظم الروماتيك heart disease بيبقى isolated mitral stenosis ده الكومونست فيهم، لكن ده ما يمنعش ان انا ممكن الاقي combined valve lesion mitral مع tricuspid aortic pulmonary and so on. الكونجنتال heart disease زي ما انا قلت very rare عندنا في developing country، فات represent about 5% of cases. الاذر heart disease like hypertensive disease, coronary or ischemic heart disease, cirrhotoxic heart disease and cardiomyopathy about 5% of cases. Okay. ايه الهيمودايناميك تشينجز اللي بتحصل during pregnancy؟ ودي اللي بتديني زي ما هقول في النكست سلايد النورمال سيمبتوم اند ساينز اللي ممكن ميميك heart disease. اول حاجه البلاد فوليوم بيزيد، والبلاد فوليوم بيزيد from 30 to 50%، والماكسيمم انكريز بيزيد يبدا يزيد من اول 28 اسبوع، ماكسيمم من 32 ل 36 اسبوع، وكلكم عارفين زي ما خدتوا في المحاضره بتاعه الفيسيولوجيكال تشينجز ديورنج بريجننسي ان الزياده في البلازما فوليوم اكتر من الزياده في الار بي سيز فوليوم، عشان كده بيبقى فيه هيمو دايليوشن في الستات الحوامل، وعشان كده بنقول هيموجلوبين كونسنتريشن بتاعها يبقى قليل، فبنقول اقل من 10.5 بعرف الانيميا ديورنج بريجننسي غير النون بريجننت women. الكاردياك اوتبوت بيزيد برضه، والماكسيمم انكريز فروم 32 تو 36 ويكس، اذا 32 تو 36 ويكس ده
جستيشنال ايج مهم في عيانين الروماتيك هارت ديزيز ديورنج بريجنسي، لان ده الماكسيمم ايج اللي ممكن يحصل عنده هارت فيلير، لان عنده الماكسيمم انكريز اوف بلاد فوليوم اند كاردياك اوت بوت. علشان كده اعمل عنده هوسبيتاليزيشن، ادخل العيان المستشفى علشان اخاف عليها من الهارت فيلير. الكاردياك اوت بوت بيساوي الهارت ريت في الستروك فوليوم، ولكن الانكريز بتاعه مينلي ديو تو انكريز اوف ستروك فوليوم، اللي جاي من انكريز اوف بلاد فوليوم. الهارت ريت بيزيد بس ما بيزيدش قد الستروك فوليوم. البريفرال فاسكولار ريزيستنس عشان ريلاكسنج هرمونز اللي بتعمل فازو دايليتيشن بتقل، فالاورتيك روت بيزيد في السايز بتاعه الكومبلاينس عشان يستحمل الكاردياك اوت بوت الكتير اللي طالع. البلاد بريشر بيحصل له دروب في السكند تريمستر، ده عشان البلاسينتا بتبدا تتكون، يحصل بلاسينتال شيفت. في بلاد تشينجز بلاقي في البريجننسي از هايبر كواجولابيلتي ستيت، يعني الكواجوليشن بيزيد ديورنج بريجننسي. الفايبرينوجين ليفل بيزيد في النورمال في النون بريجننت من 200 ل 400 مللي جرام، في البريجنس 400 ل 600 مللي جرام برسنت، والاذر كواجوليشن فاكتور سام كواجوليشن فاكتور بتزيد. زياده الكواجوليشن فاكتور زياده الفايبرينوجين ده علشان ربنا عمله، علشان الست لما تولد ما يحصلش بوست بارتم هيموريج، يحصل بلاد كواجوليشن بسرعه، عشان كده بيقول بريجننسي از هايبر كواجولابيلتي ستيت. اوكي، الليكوسيتيك كاونت بيزيد، اذا كنا عارفين النورمال ليكوسيتيك كاونت من 4000 ل 11000 بير كيوبيك سنتيمتر او ملي لتر، ده هنا بيوصل اب تو 16 لغايه 16000. اوكي طيب، الفيسيولوجيكال تشينجز دي اللي بتحصل بتديني سيمتوم وساينز واكس راي فايندنج واي سي جي فايندنج سيميلر تو هارت ديزيز، ولكن ما هياش العيان عندها هارت ديزيز، نورمال بيشنت بريجننت بيشنت، ولكن الحاجات اللي بتحصل لها دي بتحصل نتيجه التشينجز الفيسيولوجيكال اللي بتحصل ديورنج بريجننسي. السيمبتومز بلاقي العيانه انتولرنس تو اكسرسايز، ما تقدرش العيانه الحامل تعمل اكسرسايز زي العيانه اللي مش حامل. اوكي، فدي السيمبتوم بيبقى عندها ليت ان بريجننسي بيحصل ديسنيا عشان البريشر اوف ذا بريجننت يوترس على الدايفراجم وعلى اللنجز، وخصوصا في الاوفر سايزد ابدومن، في العين عنده مالتيبل بريجننسي او عندهم بولي هيدرامنيوس، دول بيبقى في الليت بريجننسي ما تقدرش تنام سوباين، بتنام سيمي سيتنج. اوكي، ساينز بقى لو جيت بصيت في العيانين دول، لو تلاقيت البلس بلاقي البلس اللي لسه قايل البلس ريت بيزيد، يبقى في تاكيكارديا، عندها هايبر دايناميك سيركيوليشن، هايبر دايناميك سيركيوليشن بلاقي فيه كولابسنج بلس او ووتر هامر بلس، بلاقي فيه كابيلاري بلسيشن في النيل بيت، العيانه دي بلاقي فيه منها اديما في اللور ليمب ممكن عشان البريشر اوف ذا جرافيد يوترس. الحاجات دي زي ما بتحصل في الهارت ديزيز ممكن الاقيها في النورمال بريجننسي. لما اجي اعمل اسكالتيشن على الهارت او اكزامينيشن اوف ذا هارت، الابكس بتبقى شيفتد ابورد اند لاترالي ليت ان بريجننسي، فالاقي الابكس اللي هي نورمالي في الفيفس ليفت انتركوستال سبيس في الميد كلافيكولار لاين، بلاقيها لا ممكن توصل للفورس سبيس وديسبليسد لاتري ماي ريتش تو ذا انتيرور اكزيلاري لاين. اما اجي اسمع الهارت ممكن اسمع ايجكشن سيستوليك ميرمر الونج ذا ليفت استرنال بوردر، ولكن ما اسمعش دايستوليك ميرمر لان ده اورجانيك، ما اسمعش كونتينوس ميرمر، ما احسش سريل لان سريل مع الاورجانيك ميرمر. اوكي، يبقى دي فايندنج اوسكالتاتوري ممكن اسمعها على العيان. اكس راي تشيست بلاقي فيه ستريتنينج في الليفت بوردر اوف ذا هارت، ممكن الاقي بالمونري فاسكولار ماركينج. الاي سي جي بلاقي فيه تشينجز في الاس ويف وفي التي ويف، حاجه اسمها ليفت اكسس ديفيشن. يبقى دي ممكن لو قال لي ايه النورمال سيمتوم اند ساينز اوف نورمال بريجننسي ذات مي ميميك هارت ديزيز، اقول سيمتوم ساينز اوسكالتاتوري فايندنج اكس راي تشيست اند اي سي جي. اوكي، ليه الافكت اوف بريجننسي على الهارت ديزيز، يعني الست الحامل وهي عندها هارت ديزيز، البريجننسي ده بيخلي الهارت ديزيز باد؟ هل بيعرضوا الكومبليكيشن؟ يس. اول حاجه كونجستيف هارت فيلر، يعني تدخل في هارت فيلر، وقلنا الدنجر في كومبنسيشن، يعني تدخل في فيلر امتى؟ قلنا اول حاجه ات 32 تو 36 ويك زي ما قلنا، لان ده الماكسيمم انكريز في الكاردياك اوت بوت وفي البلاد فوليوم، عشان كده قلنا التايم ده لازم ادخل العينه هوسبيتالايزد عشان تقعد في المستشفى ابسولوت ريست. في السكند ستيج اوف ليبر علشان البيرنج داون، البيرنج داون بيزود الفينوس ارتيريال، يزود اللود على الهارت، ممكن يعني تدخل فير، عشان كده بقول للعيانه اللي بتولد وهي عندها هارت ديزيز ما تحزقيش في السكند ستيج، هنقول في المانيوال كات شورت السكند ستيج، اول ما تبقى فولي دايليتد هي دي السكند ستيج، على طول اسحب البيبي بفنتوز او بفورسبس علشان ما اديهاش تشانس انها تحزق، لانها ممكن تضاي، يحصل لها فيلير وتضاي. في الثيرد ستيج
بعد ما البلاسينتا تفصل بيحصل جاش اوف بلاد يروح للماتيرنال سيركوليشن، ده هيعمل بيردن على الهارت، ده ممكن يدخل العيانه فيلير بوست بارتم لو العيانه دخلت في انفكتيف اندوكاردايتس، وده السكند كومبليكيشن اللي ممكن تحصل انفكتيف اندوكاردايتس. الثيرد كومبليكيشن بالمونري ايديما، ودي دينجرس كومبليكيشن بالمونري ايديما، وبعدين ممكن ماتيرنال مورتاليتي او ديث. في انذر كومبليكيشن زي روماتيك اكتيفيتي زي اتريال فايبريليشن او فلاتر، وده ما يهمناش قوي، لكن يهمني انا العينين دولت لان دي الكومبليكيشن ممكن تحصل مني. واحنا زي ما هنقول في المانجمنت بعد شويه ان انا لما بعمل مانجمنت لازم يبقى كومبينيشن اوف اوبستريشن اند كارديولوجيست. فوانس العينه دخلت في كونجستيف هارت فيلر بالمونري ايديما، انا اشخص بس ان عينه انفيلير او عينه ان ايديما فيها بالمونري ايديما، ولكن بتاع الكارديولوجيست ولا امرها. Statistics has demonstrated a decline in maternal mortality from cardiac disease since 1950 from 5.6 to 3 per 100,000 versus. ده علشان الادفانس في الاي سي يو وفي المانجمنت اوف كاردياك بيشنت اللي ما كانش موجود طبعا في طيب الهارت ديزيز بقى بيأفكت على البريجننسي، يعني العيانه الحامل بيبقى في افكت على البريجننسي، بيبقى في عرضه للكومبليكيشن ماتيرنال او فيتال اكتر من الست اللي ما عندهاش هارت ديزيز. يس فيتال موربيديتي او فيتال ديزيز. فيتال موربيديتي ممكن يحصل ابورشن، ممكن يحصل بري تيرم ليبر، ممكن يحصل انترا تراين جروس ريستريكشن، ممكن يحصل كونجنتال هارت ديزيز، وده يمكن 8 مرات اكتر من النورمال ان العيانه اللي عندها هارت ديزيز البيبي بتاعها عنده كونجنتال هارت ديزيز. فيتال ديزيز اب تو 20% انترا تراين فيتال ديز. اوكي هاو تو مانج بقى، نيجي للسؤال المهم وده اللي هو موضع سؤال في كيس، ممكن كيس سيناريو تيجي كاردياك بيشنت ونقول هاو تو مانج، او ممكن تدخل على كلينيكال راوند كلينيكال كيس في الكلينيكال اكزام وتمتحن على هارت ديزيز ويز بريجننسي، فيقول لك هاو تو مانج العيانه دي، العيانه دي اللي قاعده عندها في الاسم هتعالجها ازاي. سوري. المانجمنت زي ما انا قلت لازم اوبستريشن وكارديولوجيست، زي ما في الدايابيتس اوبستريشن ودايابيتيك او دايابيتيشن اسمه ونيوتريشنست. اوكي هنا بقى بريكونسبشنال كونسلنج، ده انا ممكن العينه بتاع الهارت ديزيز من قبل ما تحمل تجيني تقول لي انا عايز احمل، اقول لها ايه؟ طيب تعالي نشوف بقى انت عندك ابسولوت كونترا انديكيشن او ريلاتيف كونترا انديكيشن ولا لا. يعني ابسولوت يعني ممنوع تحملي، لانك لو حملتي يو مي داي. فدول العيانين عندهم ايزنمنجر سندروم او سوليتري بالمونري هايبرتنشن. اما الريلاتيف كونترا انديكيشن بقى اللي هي ممكن تحمل بس هتحتاج، مع ان الروماتيك او الهارت ديزيز بريجننسي ده هاي ريسك بريجننسي بيحتاج هاي ريسك انتينيتال كير، دي هتحتاج بقى هاي ريسك يعني اكتر من الهارت ديزيز النورمال، لان ده فيها ريلاتيف كونترا انديكيشن. زي مين بقى؟ زي العيانين مركبين ارتفيشال فالف، زي العين السيانوتيك هارت ديزيز، زي العين الكروناري ارتري ديزيز كيميك هارت ديزيز، زي العين اللي عندهم كواركيتيشن اوف ذا اورتا، او العين اللي عندهم اورتيك ستينوزيس. اوكي يبقى ده عرفنا ايه الكونتراكشن. انتي بارتم مانجمنت بقى، العيانه خلاص يو الاود هارت تو بريجننت تو جيت بريجننت، هي عندها ميترال ستينوزيس او دبل ميترال وكومبنسيتد وامورها تمام، فهي حملت وجايه بقى هتتابع الحمل. انتي بارتم مانجمنت اول حاجه انا قلت ده هاي ريسك بريجننسي، يبقى الانتي نيتال كير بتاعه هيبقى مش زي الانتي نيتال كير بتاع اللو ريسك بريجننسي، هيبقى كل اسبوعين لغايه 28 اسبوع، بعد كده كل اسبوع لغايه 36 اسبوع، وبعد كده لغايه ما تولد. طيب باخد منها هيستوري، بلاقيها بتديني هيستوري اوف تونسيلايتس موست كومنلي، وبعدين حصل لها روماتيك فيفر وافكتد هارت، فيديني تقول لك انا باخد لونج اكتنج بنسلين كل شهر. فلازم اشوف النيها كلاسيفيكيشن بقى، هي كومبنسيتد ولا دي كومبنسيتد. النيها دي اللي هي نيويورك هارت اسوسيشن كلاسيفيكيشن، ودي بتقسمها الى 4 جريدز. جريد 1 العيانه عندها ديسنيا اون اكسترا اوردينري، يعني شي هاز نو ديسنيا اون اوردينري اكتيفيتي، يعني بتشتغل شغلها العادي ما فيش منه ديسنيا. جريد 2 ديسنيا اون اوردينري اكتيفيتي، ده شغل تقول لك انا كنت بروح الشغل عادي بس دلوقتي انا بنزل واطلع العماره بتاعتي او الدور بتاعي عادي بس دلوقتي عندي ديسنيا، ده اوردينري. جريد 3 ديسنيا اون ساب اوردينري، وده بنقول دوميستيك ورك، ده شغل تقول لك انا بشغل البيت انا بكنس انا بنفض انا بيجيني ديسنيا فده ساب اوردينري. اند جريد 4 اللي هي ديسنيا ات ريست،
جريد 3 و4 بتبقى دول غالبا دي كومبنسيتد، العيانه ان فيلير طالما هي عندها ديسني ات ريست او سب اوردينري. جريد 1 اند 2 دول كومبنسيتد بيشنت. اما تيجي العينه خدت منها هيستوري وعملت لها جريدنج للديسني، بشوف الاكزامينيشن بفحصها، بعمل مينلي في الاكزامينيشن جنرال اكزامينيشن، بشوف الجاجولار فينس بريشر، بشوف الساينز اوف هارت فيلر اذا كان العيانه عندها سيمتومز زي بروكسيمال نكتورنال ديسنيا او اورثوبنيا بتوع ليفت سايدد فيلر، او عندها جاجولار فينس بريشر او هيباتوميجالي او اسايتس او ديما بتاع الرايت فنتريكولار او كونجستيف هارت فيلر او باي فنتريكولار فيلر، يبقى ده في الاكزامينيشن. في الانفستيجيشن بقى العيانين دولت وانس ان انا غير ان انا بعمل روتين انفستيجيشن زي اي حاله، بعمل لها سي بي سي وبعمل لها يورين اناليسيز، بعمل لها بلاد جلوكوز عشان اشوف سكريننج فور دايابيتس او جيستيشنال دايابيتس، لا هنا بقى لازم اعمل ايكو، لازم اعمل ايكو علشان اشوف الهارت الفالف ليجن او الهارت ليجن اللي موجود عندها. اوكي هنا بقى امتى العيانه دي وهي جايه لي العياده الخارجيه بالتابع مع النايب او بتتابع عندي اوت بيشنت في البرايفت كلينيك، امتى اقول لها لا يا ست معلش النهارده هنعمل لك هوسبيتاليزيشن؟ طب يا دكتور انا لسه في الخامس او في السادس او في السابع، ما وصلتش للايج اللي انا قلت عليه 36 ويكس اللي هي ماكسيمم انكريز اوف كاردياك اوت بوت والبلاد فوليوم اللي هو يدخل العيانه في هارت فيلير. لا دي العيانه ات ذات تايم يو هاف تو هوسبيتاليز. ليه؟ لان العيانه دي عندها فاكتورز بريسبتيف فور فيلير، انا مش مستناها لما تدخل في فيلير، هي عندها بريسبتيتنج فاكتور فور هارت فيلير. زي ايه يا دكتور؟ اول حاجه العيانه عندها سيفير تاكيكارديا، تاكيكارديا اكتر من النورمال، او عندها اريزميا، او عندها فيفر فيفرش، عندها انفكشن ديفلوب، عندها سيروتوكسيكوزيس، كل الحاجات دي بريسبتيت تو هارت فيلير، يبقى انا لازم ادخلها المستشفى علشان ما تدخلش في فيلير. طيب في عيانه تانية اقول لها لا انت لازم عليك ترمينيشن، وي هاف تو terminate بريجننسي. ليه؟ لان الكونتينيوشن اوف بريجننسي از هازاردز از ريسكي فور يو. مين هي العيانه دي؟ عيانه ان فيلير او عيانه عندها هيستوري اوف هارت فيلير بيفور بريجننسي او ان بريفيوس بريجننسي، مش كده ولا ايه؟ او عيانه ده ابسولوت كونترا انديكيشن وجود بريجننت، احنا قلنا عليهم ايزنمنجر سندروم او بالمونري هايبرتنشن، يبقى دولت لازم اعمل لهم مين؟ termination of pregnancy عشان الكونتينويشن في خطوره على العيانه. طيب العيانه خلاص ما عندهاش indication for hospitalization، ما عندهاش indication for termination، وعملت لها examination، عملت لها الانفستيجيشن بتاعتها how to manage the patient antepartum وهي جايه لك العياده الخارجيه او جايه في البرايفت كلينك، مفيش حاجه. بديها التونكس بتاعتها الفيتامينز والايرن عادي، بديها الدايت بتاعها يبقى لو سولت دايت. في ناس بيقول لك انك ممكن تدي بروفيلاكتيك ديجيتاليزيشن، لكن ده ما بندهوش طالما العينه كومبنسيتد وما فيهاش حاجه، لكن هو سولت ريستريكشن في الدايت وريست ونورمال فيتامينز اند تونيك. طيب نيجي بقى للمهم، انترابارتم مانجمنت. انترابارتم مانجمنت يعني العيانه ديورنج ليبر، هو العيانه بتاع الهارت ديزيز انا بولدها فاجينالي او سيزيريان سيكشن؟ لا، ده معظمهم او كلهم بيولدوا فاجينالي، وبيبقى فيري نايس ديليفري بتاع البيشنت دي. ليه؟ لان البيبي ربنا خلى البيبي بتاع الكاردياك بيشنت بيبقى سمول سايز بيبي، والتيشوز بتاعتها البيرست كانال تبقى سوفت عشان الكونجيشن اللي موجود عندها، فتلاقي السيرفكس بتاعها رايبن وايزي ان هو يفتح، ورابد بيبقى البروجريس بتاع الليبر بتاعها فبتولد بسهوله. ولكن زي ما احنا قلنا في البريكوشنز ديورنج ليبر زي ما هنقولها دلوقتي ان انا ما اخليهاش تحزق في السكند ستيج. اذا هعمل سيزيريان سيكشن لو في العيانه انفير او العيانه فيها بوستيتريك انديكيشن فور، لكن عيانه كومبنسيت وما فيهاش اوبستيتريك انديكيشن يبقى دي حوليتها فاجينالي. طيب الفيرست ستيج اوف ليبر، الفيرست ستيج اللي هي الستيج اللي بتبدا باليوتراين كونتراكشن سيرفيكال دايليتيشن لغايه ما توصل للسكند ستيج اللي هي ستيج اوف فول دايليتيشن سيرفكس اللي بتولد فيها الفيتس. انا باجي في الفيرست ستيج لما حضرتك تدخل الاستقبال وتلاقي عيانه اول ما تبص تقول العيانه دي كاردياك بيشنت ان ليبر، طب هعرفها ازاي؟ هعرفها ازاي؟ اول حاجه البوزيشن، العيانه دي لازم تبقى سيمي سيتنج او ليفت لاترال بوزيشن، لازم بتنام سيمي سيتنج او ليفت لاترال بوزيشن، يبقى دي نمره واحد. نمره اتنين هلاقي في اكسجين ماسك على بقها واسطوانه اكسجين جنبها او متوصل اذا كان سنترال اكسجين، لكن في ماسك اكسجين محطوط على مناخيرها وبقها. بعدين في كانيولا، في هالكانيولا دي في فلويد،
بس الفلويد بخليه على الدراي سايد، ما زودش الفلويد عشان ما يزيدش الفينا سيرتين، ما يزيدش اللود على الهارت. 75 مللي في الساعه تقريبا بيبقى الفلويد ريت. طيب بيبقى في انالجيزيك، لازم البيست ان انا اديها ايبيدورال انالجيزي عشان ما تحسش بالبين، وده يبقى نوت جود فور ذا بيشنت. طب وايه تاني كمان؟ العيانه دي كمان بديها انتيبيوتيك اول ما اشوفها علشان جارد اجينست او بروفيلاكتيك اجينست انفكتيف اندوكارديت، دي امبيسيلين وجراميسين، وبعيده تاني 8 ساعات بعد الولاده. طب وايه تاني؟ في حاجه اسمها نيموتيك بريشر، يعني على الكالف ماسل احطها على ده بره، طبعا موجود احنا عندنا بنخلي القريبتها او القاعده معاها تعمل لها مساج في الكالف ماسل عشان ما يحصلش استاجنيشن ويحصل دي في تي. اوكي، يبقى ده في الفيرست ستيج. يبقى هنقولهم تاني ايه هم؟ يبقى العيانه سيمي سيتنج او ليفت لاترال بوزيشن، انالجيزيا ابيديورال، وبعدين الفلويد على الدراي سايد، وبعدين اكسجين ماسك، وبعدين انتيبيوتيك، وبعدين نيموتيك بريشر على الكالف ماسل او كونتينوس مساج عشان امنع الاستاجنيشن اوف بلاد. اوكي، طيب السكند ستيج احنا لسه قلناها، وانس العيانه خلصت الفيرست ستيج وبقت فولي دايليتد، على طول اسحب البيبي دوت بفنتوز او بفورسبس، ما خليش العينه تحزق عشان ما تدخلش في هارت فيلير. الثيرد ستيج كونترا انديكيتد ان انا اعمل اكتيف مانجمنت في ثيرد ستيج. يعني ايه اكتيف مانجمنت؟ يعني ادي ارجومترين، يعني ادي مسارجين، وده من السايتس اللي فيها كونترا انديكيشن ان انا ادي مسارجين اللي هو الارجومترين، عشان ده بيعمل لي فازو كونستريكشن ممكن يدخل العيانه في فيلير. فهنقول كونترا انديكيشن في ارجومترين في عيانه الهارت وفي عيانه البري كلامسيا الهايبرتنشن، يبقى ما اديش ارجومترين، يعني اولد البلاسينتا كونزرفاتيف. الكونزرفاتيف يعني بستنى الساينز اوف سيباريشن اوف ذا بلاسينتا وبعدين بولد البلاسينتا. بوست بارتم مانجمنت زي ما انا قلت ان انا بخلي العيانه دي عندي في المستشفى 3 ايام او كده علشان اخاف من الانفكتيف اندوكاردايتس، واديها الانتيبيوتيك بعد 8 ساعات واتابعها. وطبعا انا بتابع العيانه الفورث ستيج بعد الثيرد ستيج اللي بستنى جنبها 2 اورز علشان اخاف من الاتونيك بوست بارتم هيمول. لو العيانه دخلت في كومبليكيشن كونجستيف هارت فيلير او بالمونري ديما، انا ات ذات تايم زي ما انا قلت ان احنا في كارديولوجيست معانا فهو اللي بيعالجها، ولكن هو معروف المانجمنت كونجستيف هارت فيلر بالمونري ديما دي حاله امرجنسي ومور سيفير، فبيبقى دايما الكونجستيف هارت فيلر اورال تريتمنت، ولكن البالمونري ديما بتبقى انترافينوس تريتمنت. فهم يتلخص في المانجمنت بتاع الاثنين ان انا بقلل البري لود وازود الكونتراكتيليتي بتاعت المايوكارديوم واقلل الافتر لود. بقلل البري لود ان انا بدي دايوريتكس، ففي الكونجستيف هارت فيلر بدي اورال دايوريتكس لازكس، وفي البالمونري ديما بدي انترافينوس دايوريتكس عشان اطلع الفلويد دي. الكونتراكتيليتي في الاورال في الكونجست فارت فير بدي اورال ديجيتاليزيشن سلو اورال ديجيتاليز، ولكن بدي برنترال ديجيتاليزيشن او دوبامين او دوبيتامين. افتر لود بدي نيتروجليسرين، اذا كان هنا بدي اورال او هنا بدي ساب لينجوال او باتشز. اوكي، يبقى ده المانجمنت، لكن انا ما بعملش الحقيقه، لكن ده بديكم فكره عنه. لكن اللي بيعالج الكومبليكيشن بس يو هاف تو بيك اب ذا كومبليكيشن. اذا العينه دخلت في فيلر بالمونري ديما، انت دكتور تقدر تعرف العيانه دي فيها كومبليكيشن، فيجي بتاع الكارديولوجي ياخدها عنده في سي سي يو ويعالجها من التو كومبليكيشن. اوكي، طيب كده انا خلصت الهارت ديزيز ويز بريجننسي. هنيجي بقى لو عيانه عندها بروستيك فالف، يعني ايه ارتفيشال فالف؟ العيانه اللي عندها ارتفيشال فالف دي البريجننسي اوت كام بتاعها بيعتمد على ثلاث حاجات: التايب اوف فالف، الفالف ده بروساين فالف او اللوجرافت، ولا ده ميتاليك فالف، وده الكومنلي يوزد ميتاليك فالف. لو هو بروساين فالف او ميتاليك او اللوجرافت ده ما بيحتاجش انتيكواجولانت، ولكن الميتاليك فالف بيحتاج انتيكواجولانت. السايت والنمبر اوف فالف، الترايكاسبيد والمايترال فالف احسن من الاورتيك فالف، لان الترايكاسبيد مايترال فالف ده الاوتبوت الكاردياك اوتبوت فيكس، لكن الميترال الاورتيك فالف ده بيحتاج فيسيولوجيكال شينز دي انكريس كاردياك اوتبوت دورينج بريك، فهيزيد اللود على او الورك بتاع الاورتيك فالف، يبقى ده هيفرق. النمبر اوف فالف، العينه مغيره فالف واحد غير العينه مغيره اكتر من فالف 2 فالف او 3 فالف. الفانكشنال كاباسيتي اوف ذا فالف، يعني لما انا جيت عملت الفالف تشينج دوت كانت كلاس 1 او 2 احسن طبعا من جريد 3 اور 4، يبقى دوت الفالف.
هنا بقى العيانين دول دايما زي ما انا قلت دول من الريلاتيف كونتر انديكيشن يعني، لكن علشان بيبقوا مور ريسكي وبياخدوا انتي كواجولانت سيرب عشان ما يحصلش ثرومبوزيس على الفالف، فاحنا دايما في الانتي كواجولانت سيرابي بندي يا اما هيبارين يا اما وارفارين، ولكن احنا بنديه دورنج بريجنسي هيبارين لان الوارفارين دوت في الفيرست ترايمستر بيعمل لي وارفارين امبريوباثي كونجنتال انوماليز، ففي ناس تبقى تقول لك افويد في الفيرست ترايمستر وادي هيبارين وبعدين ادي هو في السكند ترايمستر وكده، لكن احنا بندي هيبارين على طول لو العيانه كده. في ناس بتحب تدي الوارفارين وعيبه ان ممكن يعمل لي انتراكرينال هيموريج وفيتال ديس. الهيبارين طبعا احنا بتاعته الثلاث حاجات اللي بيعملهم، ممكن يعمل لي بليدنج، ممكن يعمل لي ثرومبوسايتوبينيا بتبقى ترانزيانت، او ممكن يعمل لي اوستيوبروز ده اللونج تيرم يوز بتاعه. اخر موضوع اللي انا عايزكم تعرفوا ده موضوع يعني ادفانسد شويه عليكم لكن ناخد فكره عنه، بيري بارتام كارديوميوباثي. يعني ايه بيري بارتام كارديوميوباثي؟ الديفينيشن بتاعته ذا رير فورم اوف كونجستيف هارت فيلير انتيميتلي ريليتد تو بريجنسي، يعني بيحصل مع البريجنسي. طيب كانوا بيسموه زمان بوست بارتام او بيربرال كارديوميوباثي، ولكن دلوقتي بيسموه بيري بارتام كارديوميوباثي. فيري رير، 1 ل 4000 ل 1 5000 لايف بيرسز. الايج انسنس بتاعته من 20 ل 35 سنه. الايتيولوجي ايديوباثيك، مش معروف هو ريليتد للبريجنس، مش معروف بيحصل امتى، بيحصل اخر شهر في الحمل اب تو 5 مانس بوست بارتم. اوكي الكلينيكال بيكتشر بتاعته بتاعت كونجستيف هارت فيلير، والانفستيجيشن بتاعته بنلاقيها زي الكونجستيف هارت فيلير، والتريتمنت بتاعه تريتمنت اوف هارت فيلير، والكومبليكيشن ممكن يحصل بالمونري اديما. يبقى انا اعرف دوت كونجستيف هارت فيلير انتيميتلي ريليتد تو بريجننسي وفيري رير، والاتيولوجي بتاعه ايديوباتيك، وبيحصل امتى؟ بيحصل في اخر شهر في الحمل اب تو 5 مانس بوست بارتم. ايديوباتيك بيبقى في مايوباسي في 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 باثولوجي في المايوكارديوم، فهو ده مش معروف سببه ايه. الكلينيكال بيكتشر بتاعته كونجستيف هارت، العين ما عندهاش روماتيك هارت ديزيز ولا اي كونجنتال هارت ديزيز ولا اي حاجه قبل كده، والكومبليكيشن بتاعه طبعا بالمونري ديما ممكن مورتاليتي ديس، والتريتمنت هو التريتمنت بتاع الهارت فيلير او الكومبليكيشن الناتجه عنه. And thank you for your attention، واشوفكم ان شاء الله بعد الاجازه دي على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.